حياة من المجالات اللي مصر حققت فيها نتائج مهمة جدا هو قطاع الاستزراع السمكي. إنتاج مصر من الأسماك قفز من 1.4 مليون طن إلى 2 مليون طن، وده بسبب المزارع السمكية طبعا الضخمة اللي اتعملت خلال الفترة الأخيرة. استطاعت مصر تحقيق المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في تطوير إنتاجية المساحات المائية وفقاً لما أعلنت عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وبحسب موقع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصل إنتاج مصر من الأسماك إلى 2 مليون طن بعد أن كان 1,400,000 طن خلال عام 2014، وذلك من خلال العديد من المشروعات القومية والمزارع السمكية، وأيضاً العمل على منع التعديات عليها ومنع طرق الصيد المخالفة، بالإضافة إلى تشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي. الاستزراع السمكي في المياه البحرية بدأ عام 2015 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للاستفادة من موقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وخليجي العقبة والسويس، فضلاً عن قناة السويس، وذلك اعتماداً على أن المياه المالحة تنتج أسماكاً عالية القيمة الغذائية مثل الجمبري والاستاكوزا والصبيط. كما تطورت عملية الاستزراع السمكي في المياه العذبة بمصر، ووصلت إنتاجية الفدان منه ما بين 15.5 طن في العام طبقاً للتكنولوجيا المستخدمة في الاستزراع. كما تطورت عملية الاستزراع السمكي في المياه العذبة بمصر، ووصلت إنتاجية الفدان منه ما بين 5 إلى 15 طن في العام طبقاً للتكنولوجيا المستخدمة في الاستزراع. وحققت مصر تطوراً ملحوظاً في مزارع غليون وقناة السويس والفيروز، حيث إنها تنتج كميات ضخمة من الأسماك على أعلى جودة نظراً لاستخدامها كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة والصحية في التربية.